بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. في الآية الكريمة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تفسير هذه الآية وما للمخاطب بها مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. مخاطب بهذه الآية هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبب نزولها أن جماعة من المشركين حضروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول رغب في مكالمتهم ودعوتهم إلى الله، ثم جاء عبد الله بن أم مكتوم يريد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن الرسول لم يرغب مجيئه في هذه اللحظة طمعا في إسلام هؤلاء، فأنزل الله هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بكونه أقبل على هؤلاء ولم يرغب مجيء هذا الصحابي إليه في هذه اللحظة طمعا في إسلامهم. الله عز وجل أمره بأن يقبل على السائل المسلم الصحابي لأنه جاء راغبا، وهؤلاء ليسوا راغبين في الإسلام. وفي رواية أنهم طلبوا أن يخلو مجلس الرسول من هؤلاء من ضعفة الصحابة، قالوا لا نجالسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل لهؤلاء مجلسا خاصا لا يدخلون عليه فقراء الصحابة طمعا في إسلام هؤلاء، فالله عاتبه عن ذلك. اصبر نفسك يعني يحبس، الصبر هو الحبس، أن تجلس معهم وتصبر على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول قرأت كتابا في فضل سور القرآن الكريم بدأ بالبقرة وانتهى بالناس، فمثلا تكلم عن سورة تبارك وعن فضلها وسورة الكهف وعن فضلها وباقي السور. نعم، السور جاء في بعضها فضيلة لها مثل سورة تبارك، سورة الفاتحة، كما جاء سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، وجاء في فضل القرآن عموما. فذكر كل سورة لها فضل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل صحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأدلة غير الصحيحة فإنها لا تذكر. وأيضا ذكروا أن رجلا جمع فضائل للسور كلها في مؤلف، فأنكروا عليه ذلك، فقال إني رأيت إعراض الناس عن القرآن فأردت أن أرغبهم. هذا أمر لا يجوز، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ترغيب الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في تتبع الرخص في الأحكام الشرعية؟ وهناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا عند الحاجة، عند الحاجة إلى الرخصة الشرعية إنها يعمل بها، ما عند عدم الحاجة كون الإنسان يتلمس الأسهل له دائما هذا لا يجوز. ولهذا يقول العلماء من تتبع الرخص تزندق، إنما الرخص الشرعية عند الحاجة إليها يرغب في إتيانها، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال من أحد الإخوة يقول فضيلة الشيخ ما الراجح في أن الصلاة الراتبة
12 ركعة أو 10 ركعات، والأرجح في ذلك؟ الأرجح أن أقلها 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، وهذه أكدها. وإن صلى 4 قبل الظهر فأيضا يكون 12 ركعة، وإن صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها كما جاء في حديث ترغيب في ذلك يكون مجموع ذلك 14 ركعة، هذا أعلاها، وأقلها 10 ركعات. نعم. هذه الأخت من السودان تسأل عن الخمار الطويل بالنسبة للمرأة، وما هو الأصح في هذا اللباس مأجورين؟ الخمار هو ما يغطي الرأس والوجه، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يغطي الرأس والوجه والنحر، هذا هو الخمار، هذا واجب على المرأة عندما تخرج إلى الرجال غير المحارم أن تستر نفسها جميع جسمها. وكذلك في الصلاة يجب على المرأة أن تصلي بالخمار الذي يغطي رأسها ويغطي نحرها، وتضفي ثوبها على قدميها، وإذا لم يكن عندها رجال أجانب تكشف وجهها في الصلاة، تكشف وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال، وإنما عندها نساء أو وحدها أو عندها رجال محارم لها تكشف وجهها، لا حاجة إلى تغطيته في الصلاة. نعم. هل الفاتحة تجزي فقط في الصلاة بدون قراءة سورة بعدها؟ نعم، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قراءتها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، وأما ما زاد على قراءة الفاتحة فإنه سنة، من قراءة القرآن أو آيات منه سنة في الصلاة، مكمل للصلاة وليس واجبا. نعم. يقول بعض أئمة المساجد لا يعطي المأموم فرصة لقراءة الفاتحة، فمتى تقرأ وهل قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ إذا جهر الإمام فإن الواجب الإصات باستماعه لقوله جل وعلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزلت هذه الآية في الصلاة، فإذا جهر الإمام فإن المأموم ينصت يستمع لقراءة القرآن، ويقرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام أو بعد أو بعدها أو في سكتاته، وإذا لم يستطع فليس عليه قراءة الفاتحة، تكفي قراءة الإمام. نعم. ما حكم الصلاة خلف شخص يجوز دعاء غير الله؟ لا تجوز الصلاة خلفه، هذا مشرك، الذي يجوز دعاء غير الله مشرك، لأن دعاء غير الله شرك. لا تدعو مع الله أحدا، من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، حكم عليه بالكفر، لا تجوز الصلاة خلفه سواء فعله هو أو أجازه. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، شخص عليه قضاء أيام من عدة رمضانات فقضاها بحمد الله، إلا أنه حين القضاء لم يكن يحدد بنيته هل عن قضاء رمضان الماضي أو الذي قبله. لا بد من التحديد، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فينوي الشهر الذي يصوم منه هذه الأيام ويرتب القضاء رمضان الأول ثم الذي بعده ثم الذي بعده وهكذا، لا بد من هذا. نعم. هذا سائل أبو عاصم يقول أنا أصلي العشاء وبعد الصلاة أصلي الشفع وأصلي الوتر في ركعة واحدة، أقرأ فيها الفاتحة والمعوذات وأسجد، وبعد التشهد أسلم، فهل صلاتي ووتري صحيح؟ الوتر أقله ركعة وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 11 أو 13 ركعة، أنت إذا أوترت بركعة جاز ذلك وصح منك، وإذا أوترت ب3 هذا أفضل وهذا أدنى الكمال، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تقوم للثالثة وتصليها وترا. نعم. أحسن الله إليكم، الذي يعاني من الإغماء إذا بكر لصلاة الجمعة ولا يأتي إلا بعد فراغ الخطيب من الخطبة، هل يصح له ذلك؟ إذا كان مضطرا إلى
هذا فإنه لا بأس بذلك حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، فيحضر حسب استطاعته صلاة الجمعة. نعم. ما هي أشهر الحج؟ وهل في هذه الأشهر عبادات من صيام وعبادات أخرى صلاة؟ أشهر الحج التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج التي يحرم فيها بالحج، وهي الأشهر المعلومات الكورة في هذه الآية. وبقية السؤال يقول هل في هذه الأشهر عبادات من صلاة وصيام خاصة بها؟ لا، لكن العشر ذي الحجة نعم فيها يستحب صيامها ويستحب التكبير فيها، تكبير المطلق فيها، تذكر الله في أيام معلومات وهي العشر ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أيام الربيع نطلع إلى البر من الخميس ولا نرجع إلا السبت، وما نصلي الجمعة لمدة 4 جمعة، وهذا بالنسبة للفسحة لنا في هذا الوقت. هذا لا ينبغي أنكم توالون التغيب عن صلاة الجمعة من أجل النزهة. نعم، إذا خرجتم بعض الأحيان مسافة بعيدة عن البلد فلا بأس ولا جمعة عليه، وإن كان قريب منكم جمعة تصلونها مع المسلمين، أما إذا كان كنتم بعيدين عن البلد ليس حولكم جمعة صلونها ظهرا لا حرج في ذلك. أما من يجعل هذا عادة له ويتغيب كثيرا عن صلاة الجمعة ويتقصد هذا، هذا لا يجوز. نعم. تقول السائلة أم عبد الله من عادة زوجي وأولادي أنهم يصومون شعبان كاملا قبل رمضان. صيام شعبان كاملا غير مشروع، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان لكنه لا يستكمله، لم يستكمل شهرا بالصيام ما عدا شهر رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. لي صديق فضيلة الشيخ مقصر ودائما أذكره بالله وبالتقوى، فيبتسم في وجهي ويقول يا أبا فلان التقوى ها هنا، ولا يستجيب لي، فهل تبرأ ذمتي؟ التقوى ها هنا يعني في القلب، ولكن لها آثار تظهر على البدن وعلى السلوك والأخلاق والأعمال. أما أنه يترك الأعمال وقد يترك الفرائض والواجبات ويقول التقوى ها هنا ويكفي في القلب، هذا لا يجوز، وهذا لا ليس عنده تقوى. لو كان عنده تقوى لظهر ذلك على أعماله وسلوكاته. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ السائلة أم إبراهيم تقول عندي منذ زمن فضة، وكانت في بداية حياتي وأنا الآن في 70 من عمري، وكنت أحتفظ بها ولم أقدم لها زكاة، فماذا يلزمني الآن؟ حسب النية بها، إذا كنت تريدينها لللبس ليس فيها زكاة، وأما إذا كنت تريدينها للقنية والحاجة تريدين بيعها فيها الزكاة على الأصل، فيها الزكاة ربع العشر إذا بلغت النصاب. نعم. السائلة هيفاء من الرياض تقول بأنهم كانوا في العمرة في رمضان الماضي، تقول وانتقضت طهارتي وأنا في الطواف، فأكملت الطواف نظرا للزحام الشديد ورجعت، وماذا يلزمني الآن؟ العمرة؟ نعم. ما صحت العمرة؟ كان انتقض وضوءها في الطواف، كان الواجب عليها أن تخرج وتتوضأ، لأن الطواف لا يصح إلا بطهارة مثل الصلاة، قوله في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، هذا صح عن ابن عباس وهو في حكم المرفوع، في حكم المرفوع لأن هذا لا يدخله الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه طاف بدون وضوء، وأيضا قال للحائض افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، كل هذا يدل على أن الطهارة في الطواف شرط لصحته. إذا كنت طفتي وأنت على غير وضوء طوافك غير صحيح، وأنت باقي على إحرامك بالعمرة فعليك بالرجوع إلى مكة وتجنب محظورات الإحرام وأداء العمرة التي أحرمت بها ولم تؤديها، عليك بالرجوع إلى مكة. وإذا كان حصل جماع فإن هذه العمرة تفسد، ولكن عليك إكمالها وإتمامها ثم الإحرام مرة ثانية من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى، ثم أداء العمرة الثانية قضاء للفاسدة، وعليك مع ذلك ذبح شاة في مكة وزعينها على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول شيخ ماذا يدخل في عقوق الوالدين وأنا لي والد
لا يسمع جيدا، فأقوم برفع صوتي عليه حتى يسمع. قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما من غير حاجة. أما إذا كان رفع الصوت كما ذكرت لحاجة هو أنه لا يسمع فلا بأس بذلك، أنك لم ترد بذلك، لم تقصد رفع الصوت، وإنما تقصد إسماعه لكلامك. قد يكون محتاجا إلى هذا، هذا ليس من العقوق. والبر بالوالدين يتناول خفض الصوت والتواضع لهما والإنفاق عليهما وطاعتهما في غير المعصية وغير ذلك. هذا السائل يقول: والدي فقير جدا وأنا شاب مقبل على الزواج، تخرجت من الثانوية وقد وافق أحد الأباء أن أتزوج من ابنته، ولكن ليس عندي مهر، فهل تجوز لي الزكاة؟ نعم، على ما وصفت من أنك لا تقدر على الزواج وأنت محتاج إليه تجوز لك الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم، من السودان هذا يسأل عن الصدقة عن والده الميت، هل هي أفضل أم الصلاة والعمل الصالح وإهداؤها له؟ نعم، الثواب يلحق الميت إذا نويته له، سواء الدعاء له أو الصدقة عنه أو الحج أو العمرة. هذا وردت به الأدلة أنه يجوز إهداء ثوابه للغير حيا أو ميتا، فإذا صدقت عنه فهذا فيه فضل، إذا دعوت له فهذا فيه فضل، إذا حججت أو اعتمرت عنه فهذا فيه فضل وثواب إذا تقبله الله سبحانه وتعالى. الأحسن أن تجمع بينهما، أن تجمع بين الدعاء له والصدقة عنه، لأن هذا من زيادة الخير والبر لوالدك. نعم. هل جميع أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم هناك شيء مستثنى من لحم الإبل؟ اللحم لا يستثنى منه شيء، كله ينقض، أكله ينقض الوضوء، لكن ذكروا أن ما لا يسمى لحما من الكرش والأمعاء والكبد وغير ذلك، هذا يقولون لا يسمى لحما فلا ينقض الوضوء، وهذا فيه نظر أيضا. نعم. أخيرا نسأل، يسأل عبد المجيد مصري يقول: كنت محرم وأثناء ذهابي إلى الحرم قلمت أظافري نسيانا مني فنزل دم، فهل علي شيء؟ إذا كنت قلمت أظافرك وأنت محرم أنت فعلت محظورا، فعليك الفدية، مخير، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم أو ذبح شاة في الحرم وتوزعها على الفقراء، لأن هذا إتلاف، يعني قص الأظافر وإن فعلته جاهلا أو ناسيا فيه إتلاف، ففيه الفدية عند بعض العلماء، وبعضهم يقول لا فدية فيه ما دام ناسيا أو جاهلا، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.